جابيد. متابعين، ان شاء الله تكونوا بالف خير ورجعت لكم بفيديو جديد. واليوم راح اشارك معكم طريقه الشاورما. اليوم راح نسوي شاورما سوا، ان شاء الله تعجبكم الطريقه. هلا اول شيء عندنا صدور الدجاج، فرمتهم انا هيك شرايح يعني هيك طوليه هيك بهالشكل. هلا راح اسوي هاي قدامكم بس مشان اختصارا للوقت، يعني انا فرمت هدوليك وهلا هاي راح اسويها قدامكم. هلا هذا عنا نص الصدر رح نفتحه بهالطريقة مشان يصير عنا رقيق هيك بهالشكل، وهلأ رح نقسمه هيك بالطول هيك، تمام؟ شرايح طولية يعني رح نقسمه بهالشكل هيك. انا هون عندي كيلو ونص صدور الدجاج يعني، تمام. هلا انا المقدار اللي راح اسويه كيلو ونص هيك بهالشكل، راح نقطعهم هلأ هيك، تمام. بعد ما خلصناهم هلأ في عنا كمان هون لية دجاج، يعني انه انا رح احط لون شوي ذوق شخصي، بتحبي تحطي لون بتحبي لا يعني، بس طبعا النكهة اللي اطيب انه اذا حطيتي لون لية تبعيت صدور عفوا يعني لحمة غنم بس اللي تبعيتها. هلأ انا رح احط هاي اللي شوي بس يعني انه ما حكتر كتير، تمام، بس انه مشان تعطي نكهة كمان رح اقسمها بهالشكل. هلا اول شيء عندنا كوب لبن رح نفضي، لبن الزبادي يعني. هلا في نحن بنقول له بسوريا لبن، في منهم بيقولوا له الزبادي، منهم بيقولوا له رايق، كل مين بيقول له شيء، بس نحن بنقول له بسوريا اللبن. هلا كمان وفي عندنا خل ابيض، اي نوع خل موجود عندك. انا عندي هذا باخده من اليوز بير، صورت لكم اياه. رح احط مقدار فنجان خل، تمام. هلا بنجي للبهارات. البهارات معناه ملح، ما رح تشوفي فيهم لانه الماجي بيبقى مالح، مشان هيك ما رح احط ملح. هاي في عنا ماجي، وهلا الملح الثوم والكزبره، اذا كان انت عندك بودره موجود بكون افضل، بس انا ما متوفر عندي فرح احط هلا هدول ورح اشيلهم وقت التقلاي، تمام. هلا عنا معلقتين صغار، انا عم بحكي عن معالق الصغار مو معالق اكل، معلقتين صغار ماجي، نص معلقة كمون، بهار، فليفلة ناعمة، كزبرة، كاري حلو، كاري حد، وبهارات الشاورما، تمام. هدول هن عنا هيك التبلة، هاي رح احطها هلا فوق اللبن وفوق الخل. هاي هي يعني المكونات اللي بتلزمنا، رح اخلطهم كلياتهم سوا هيك بهالشكل. وهلا الافضل انه تعيفيهم اطول وقت ممكن، مثلا هلا بنتبلهم بنعيفهم لبكره كويس كتير، او انه بنتبلهم الصبح للمساء كمان كتير كويس، تمام. يعني هيك بيحتاجوا وقت انه هن متبلين، كل ما كان الوقت اطول كل ما احسن. وهلا هي عنا الصدور الفروج مع اللية اللي فرمناهم سوا.
هلا رح نتبلهم بهالشكل ونحطهم بالبراد اطول وقت ممكن، يعني انت الوقت اللي بدك اياه والكميه انت بتحكمي فيها، كمان الكميه اللي انت بدك اياها، الكميه اللي رح تستخدميها انت. هلا هاي البصله معنا رح نفرفدها هيك مشان ياخذ نكهه البصله، يعني قلت لك لانه انا ما موجودين عندي. وكمان اذا في عندك زنجبيل فيك تحطي لهم شويه صغيره زنجبيل كمان انه بيطلعوا طيبين. بصراحه انا هذا الموجود عندي حطيتهم يعني، بس انه فيهم زنجبيل شويه صغيره فيك تحطي لهم والبودرة البصل وبودرة الثوم. تمام، هلا رح نحطهم بالبراد وبرجع لكم. مرحبا عن جديد، وهلا رجعت لكم ثاني. هلا رح نحط الشاورما بالمقلاي، نحطها على الغاز اول شيء. هلا انا رح اسويها على مرحلتين، هلا هون حطيت شويه زيت في المقلاي وهلا رح احط في قلبه من الشاورما. طبعا ما رح احطها كلها، يعني رح اقليها على اكثر من وجبه مشان تنقلها معنا يعني كويس. انا هيك بدي اياها، ما بدي اياها كلها فرد وجبه واقليها، لا. هلا رح احطها هيك يعني شي تاخذ المقلاي انه بارض المقلاي، تعبي ارض المقلاي ونشغلها على نار ما يعلي كتير ولا يواطي وسط يعني، ونستناها لحتى تستوي تقريبا 3 ارباع استوى، بعدين رح نحطها بصينية الفرن. ولا هيك هاي حطيناهم على الغاز، هلا شوي بشيلهم على صينية الفرن. هلا بنستوي بدهم شوي. هلا فضيت اول وجبه بصينيه الفرن، وهلا حطينا وجبه ثانيه كمان. هلا رح نستناها تستوي شوي وبعدين رح ارجع افضيها هون هيك لاخلص كل الكميه وتكمل معكم. وهلا ضل عنا وجبه وحده هيك شكلها هلا بما نحطها بالفرن. هلا هون عم جهز انا رح اسوي كمان شاورما البيتزا. شاورما البيتزا هي فليفله عندنا خضراء صفراء برتقانيه الوان يعني. تمام، فرمتها هيك جناح كثير رقاق. وهي في عندنا فطر هون، هذا كمان فطر. هلا لونه اسود لانه بصراحه انا طالعته من الفريزر، يعني هو عندي بالفريزر. هلا بورجيكم شلون بكون شكله. طعمته ما بتتغير بالفريزر بس لونه بيصير يعني هيك انه بيغمق شوي. وهلا في عندنا هي هون جبنه، هاي من البيم اخذتها صورت لكم اياها انا وانا عم بشتريها من البيم، فيديو قبل هذا نزل. رح احط لها جبنه ودرة. بصراحه انا ما جبت من البيم يعني، اللي عندي خلصانه فاخذت هذا العلبه نفس الشيء، بس انا بفضل البالبيم بجي كميه اكثر يعني ونوعيتها كثير كويسه. لا هذا حقه 6 ليرات، هذا من عند سوري اشتريته، هذا حقه 6 ليرات فيه 320 جرام. هداك بجي كيس كتير كبير، بس اجيبه بورجيكم يمكن بقلبه نص كيلو، ماني متاكده بالضبط، بس بجيبه وسعره 4 ليرات ونص يعني. بس بحب افيدكم فيهم. هي هون مجهزه الزينه رح ازين فيها، وهلا رح افرجيكم شلون نكمل الطريقه. بس هلا نحط هدول بالفرن وعبق لي البطاطا طبعا كمان. هاي اغراض الشاورما صاروا جاهزين عنا، هاي للشاورما مثل البيتزا، وهذا الخبز اللي جبته من البيم اللي ورجيتكم اياه اللي صورته، هذا هو شكله. رح احط منه فيه كيلو تقريبا الا شوي، بقلبه 12 رغيف يمكن. اي هلا بقول لكم اياهم 12 رغيف بقلبهم. هلا هيك طلعناها من الفرن، هي شكلها، والريحه عن جد بتجنن. طلعوا شكلها والله كانه عالسيخ مسواي جاهزه يعني من البخار. يلا هلا رح نلفهم سندويشات ونكمل سوا. وهلا بعد ما صارت عنا اللحمه جاهزه، وهلا هون انا رح افرجيكم. هلا انا فرمت هون، هلا رح افرجيكم هون. هلا انا فرمت هون بقدونس وبصل جناح، هلا رح افرفدهم ورح احط لهم سماء. تمام، رح احط للبصل والبقدونس سماء وشويه ملح، بس ما خلطتهم عشان افرجيكم اياهم. ورح احط سندويشات فيه منهم هيك ومنهم بدون، بس يعني انا كثير بيعجبوني كثير طيبين انه هيك بقدونس، ذوق شخصي يعني. بعطيكي حريه الاختيار وانت فيكي تجربي الطريقه اللي بتعجبك. وهلا بعد ما تبلت السلطه حطيت السماء وملح. ما سلطه هي، شكل بيواز الشوي مثل بيواز الشوي. هلا رح نفتح الخبز ورح نطبق الشاورما سوا.
هيك بيجي. هذا هو شكله الخبز، بس طبعا كتير رقيق. انا رح احط 2 مشان تصير سندويشة كويسة، لانه هو كتير صغير ورقيق. معنا هيك بهالشكل. هلا رح احط له مايونيز وكاتشب. تمام، هلا هي انا عندي الكاتشب حاد ما حكته، وهي المايونيز. بطاطا مقلية يعني جناح. هلا رح ارش لها من البقدونس والبصل، في منهم بحبوا بقلبها مخلل، في بندورة، بس بصراحة انه انا بفضل هيك هاي، وكل مين أذواق ذوق شخصي يعني بيرجع. وهلا رح احطهم بالسخانة. هلا السخانة جاهزة بعد ما لفيتهم، هلا رح احطهم بالسخانة. رح ادهن شوية زيت ونحط فيها. وهلا رح افرجيكم البيتزا الشاورما شلون رح نسويها. هلا حطينا رغيف واحد بس. وهلا البليله الذره يعني رح نحط لها كمان شوي، وهي الفليفله. هاي فليفله الالوان. وهلا الفطر. وهلا هاي الجبنه. وهلا رح احط لها شويه كاتشب بس، ما حاحط لها مايونيز. وهلا بعدها رح نحطها بالسخانة كمان. وهلا ان شاء الله الف صحة وهنا، عن جد طعمة ولا اروع من هيك. بنصحكم تجربوها، ان شاء الله تكون عجبتكم وصفتي لليوم، واستنوني في فيديو جاي. وهلا مثل ما تعودنا رح اذكر 3 اسماء صبايا، هنن بيعلقوا لي بالتعليقات. بتشكركم حبيباتي، واللي بتحب يطلع اسمها تكتب لي تحت بالكومنتات. وبحبكم كتير كتير، واستنوني في فيديو جديد. اول صبية معنا هي التوأم حمودة وساب، توأم روحي. هي عندها قناة كانت لأولادها بتنزل فيها، بس حاليا بتنزل هي فلوكات وهيك شي بقناتها يعني. وهي صديقة وأختي ورفيقة، وعن جد كتير إنسانة مقربة مني. بتمنى كلكم تروحوا تشتركوا بقناتها اللي ما مشترك عندها. والصبية الثانية معنا هي الصبية هي بشرة شعار. بتشكرك حبيبتي، وإن شاء الله الله يطعمك أخلى بناتك يا رب، أنتي وكل مين مشتهي، وإن شاء الله مراد قلب الجميع ويجمع الكل مع أهله يا رب. عن جد بضل بعيدعي لكم هالدعوات الحلوة يعني. الصبية الثالثة معنا هي جمهور شاهين. شوفوا لي هالتعليقات الحلوة اللي ورا بعضهم، اللي بكل فيديو بتعلق لي خلي لي قلبك انا. وبتمنى منكم كلياتكم انه تكتبوا لي اسمكم يعني. هلا في كتير صبايا ايميلهم غير اسمهم، مثلا في باسماء اولادهم زوجهم، في ما واضح احرف يعني. فبتمنى اللي بدها اذكر اسمها بالفيديو الجاي تحط لي اسمها بالتعليق وترجعوا تذكروني، لانه يعني في كتيرين والله معلقي لي وانا نسيانه وبعتذر.